مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا بكم معنا الى حلقه جديده من برنامجكم قضايا واراء. في اخر حلقه من العام المنصرم وقفنا عند حصيله سنه 2015، وفي اول حلقه من هذا العام الجديد نواصل مع هذا التقليد السنوي الذي هو استشراف لابرز ما سيميز سنه 2016 على مختلف الاصعده السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه، مع التركيز على الجانب السياسي باعتبار السنة التي بدأناها قبل أيام سنة انتخابية وآخر سنة في عمر الحكومة الحالية. قبل فتح النقاش مع ضيوفنا الكرام، ارتسامات المجتمع السياسي حول أبرز رهانات وملفات السنة الجديدة. احنا بالنسبة لنا الانتظارات ديالنا من 2016 إن شاء الله تعالى هو أن تعود على مستوى النقب، أن تعود سكة الحوار الاجتماعي إلى حالتها الطبيعية، وأن تكون سنة 2016 يعني سنة الإصلاحات الكبرى التي كانت منتظرة، ومن ضمنها إصلاح نظام التقاعد في إطار من تشاور إلى أوسع حد على مستوى مختلف الأطراف التي هي معنية بهذا الموضوع. بالنسبة لنا كذلك كنعتبروا بأنه الحوار الاجتماعي هو الفضاء اللي غادي يمكننا نناقشوا فيه مجموعة من القضايا، القضايا المتعلقة بالتربية والتعليم، متعلقة بالصحة، متعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ديال الموظفين، أوضاع السكن الاجتماعي، متعلقة بكل الحقوق الاجتماعية ديال المواطنين المغاربة. هناك كذلك ملف اللي هو مطروح للنقاش واللي هو التقاعد، واللي كنعتبروه بانه فيه واحد الحيف كبير، لانه الان لاحظنا ان كنتمنوا ان الحكومه بقاش تهرب بالملفات، وبان الحكومه تجلس مع النقابات وتلعب الدور ديالها الدستوري. الحلم ديالنا هو اخراج المجلس الوطني للغات حيث الوجود، لانه انتظارات المغاربه كاملين وبغينا باش يعطينا واحد القيمه اضافيه في البلد. تحسين الوضع ديال غرف التجاره والصناعه اللي هي الشرايين ديال البلاد، واللي هي دعامه اساسيه للاستثمار. الغرف في المغرب بقى شويه راجعه للور، وما عطيناش اهتمام وما عطوهاش حقها. نحن ملزمون في اطار الفصل 86 من الدستور بالمصادقه او بعرض جميع القوانين التنظيميه على البرلمان، وللإشارة فهناك قوانين تنظيمية مهمة لا زالت لم تتم المصادقة عليها، على رأسها القانون التنظيمي للإضراب، كذلك بالنسبة للقانون التنظيمي المتعلق بتقديم الملتمسات في مجال التشريع، وكذلك تقديم العرائض هو الآن في إطار تقديم التعديلات من طرف الفرق البرلمانية قبل أن يعرض في الجلسة العامة. ننتظر حوار اجتماعي بناء، وحوار اجتماعي مؤسس له ويحترم، ثم كذلك لابد من إعادة النظر في تعامل الحكومة مع النقابات، وكذلك نحن مع إصلاح صندوق التقاعد، ولكن مع توافقات كبيرة بين الفاعلين الاجتماعيين وبين الحكومة، ولا يمكن أن نسمح أن تستفرد الحكومة بإصلاح في مثل هذا الحجم لوحدها. ونعول كثيرا على أن تكون هذه السنة هي استعداد للانتخابات، لا سيما وأننا مدعوين جميعا على الرفع من عدد المصوتين والمتفاعلين مع البرامج الحزبية. إذن لابد أن نكون في مستوى متطلبات اللحظة التي نعتبرها حاسمة، وهي ليلة انتخابات التشريعية. لأن القضية هي كبريات ملفات 2016، والآراء آراء كل من السادة. عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مساء الخير. مساء النور. كلمة عن هذه الرهانات والتحديات. أولا لابد أن نحمد الله عز وجل على أمطار الخير. كان الكل ينظر إلى هذه السنة ستكون سنة جفاف، الحمد لله أمطار الخير اليوم تعم تقريبا المغرب، فهذه إشارة إيجابية. طبعا 2016 احنا بداية السنة لابد أن نتمنى لجميع المواطنين وجميع المغاربة سنة مليئة طبعا بالأفراح والمسرات والتنمية والازدهار ومزيد من الاستقرار والطمأنينة لبلدنا. هاد الرهان ديال 2016 نتكلموا على أقل سنة أو أقل، لكن هو مسار هاد الحكومة ولا هاد البرلمان قطع 4 سنوات،
فإذا احنا كنقولوا من حسنت بدايته نتمنى أن تكون نهايته حسنة كذلك. فإذا كان خلال 4 سنوات هناك إنجازات مهمة على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي، المستوى السياسي يكفي أن نقول بأننا كنا اليوم نحن البلد الوحيد اللي مستقر في منطقة غير مستقرة. النموذج السياسي ديالنا اليوم يعني يحتذى به، وهو الآن هذا المنتج طبعا وراجع. أولا أننا عندنا ملك، عندنا ملكية حكيمة، عندنا شعب ذكي، واللي بين من خلال الانتخابات الأخيرة 4 شهور على أنه قطع مع شيء اسمه التخربيق والتحكم. وثالثا أن عندنا أحزاب بالرغم ما يقال عنها اليوم تتململ لمواجهة سواء التحكم اللي يمكن يكون عندها في الداخل أو حتى الاستبداد الخارجي. وعلى المستوى الاقتصادي دعني أؤكد بأن المالية اليوم ديال المغرب يعني في واحد المتانة، واحد الصلابة، ويكفي رقم واحد أننا كنحتلوا اليوم المرتبة 75، وهذا كل المؤشرات تدل على أن المغرب نموذج على المستوى على المستوى الاجتماعي حدث ولا حرج. سنعود إذا على رأسه صندوق التمسك الاجتماعي وغيره بكل تفصيل لهذه النقاط التي ذكرت. من جانب المعارضة أستاذ عبد اللطيف وهبي، عضو أو نائب رئيس مجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة. شكرا. بالمناسبة نهني الشعب المغربي بالسنة الجديدة، متمنيت له التوفيق والنجاح. هذه السنة أمامنا إتمام واحد من الالتزامات الدستورية خلال خلق مؤسسة الحكمة والسلطات الإدارية المستقلة، وكذلك أمامنا إعمال نصوص دستورية كنتمنى باش نكملوها، لأنه حتى ولو توجدنا في المعارضة نحن مسرورين أن تسير التجربة الديمقراطية في المغرب إلى مداها وتستمر إلى مداها، لأن هذا مكسب للوطن ككل وسيزيد من قوة هذا البلد. مسألة ثانية الأخرى أنه أمامنا تحديات كبرى، القضية الوطنية إحدى أكبر التحديات، الوضع الاقتصادي أكبر التحديات، لذلك أتمنى أن يكون هناك نوع من التفكير الجماعي بمسابة الذكاء الجماعي لحل مجموعة على القضايا الكبرى. وبالمناسبة أريد أن أتمنى من الجميع أو البعض على الأكثر أن يصل إلى قناعة مفادها أن قضية التحكم ليست موضوع مناقشة وأصبح متجاوزا، وأنه لم يعد مبررا للنقاش، لأن هذا سيعيد الموضوع إلى مراحل قطعناها، وأن الأفضل أن ننظر إلى المستقبل بشكل مشترك وبشكل إيجابي. نعم، رسالة لمن يهمه الأمر. سيد محمد أعرج رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، مساء الخير. بدوري نهني الشعب المغربي على هذه السنة التي نتمنى أن تكون سنة ديال مواصلة الإصلاحات، ديال النماء، ديال التطور، ونحمد الله سبحانه وتعالى على أمطار الخير اللي بشرت المغاربة في هذه الأيام هذه المباركة. إذا نحن أمام لحظة أو سنة نعتبرها سنة مفصلية ودقيقة من التاريخ السياسي والدستوري والاجتماعي والاقتصادي والمالي، في ظل هذا اللي خصنا نأكدوا عليه، في ظل سياق دولي يعني نوع يعني متقلب وغامض، ولا بد أن نستحضر هذا السياق الدولي في ظل التطورات اللي كيعرفها العالم، وكذلك في ظل واحد السياق وطني ديال مواصلة الإصلاحات خصوصا على مستوى تنزيل مقتضيات الدستور. ولكن ما نتمناه جميعا هو أن نواصل هذه الإصلاحات وأن نعمل جميعا، واللي كنعتبروا حنا بأنها احنا في لحظة مفصلية لكي تطلب يكون خطاب سياسي مسؤول، يكون مشهد سياسي واضح، كله من أجل الانتخابات المقبلة ديال 2016 التي نتمنى جميعا أن تكون لحظة سياسية بامتياز بالنسبة للمغاربة لمواصلة إصلاحات المتعلقة ببناء المؤسسات الدستورية. شكرا لك. نرحب أيضا سي سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب. أهلا وسهلا بضوي. في البداية أتقدم بحق التهاني للشعب المغربي قاطبة بمناسبة السنة الجديدة، وأتمنى لهم سنة مليئة بالأفراح والمساءات ومزيد من التقدم والازدهار. بضوي ممكن أن نتكلم على محورين من خلال الروبورتاج اللي استمعنا له.
المحور الأول ذات بعد اجتماعي، واللي هو عكس ما قيل الآن أن هناك إصلاحات. الكل يتطلع أن يكون هناك شيئا ما في المستقبل، والوعد الآخر هو بعد قانوني. وهذو اثنين من خلال التصريحات اللي جاوا يتبين أن أول تطلع اللي احنا خصنا نطلعوا له لسنة 2016 أن تكون هناك إصلاحات حقيقية، ماشي فقط شعارات، وأن تكون تمس ما يتعلق أولا بنظام التقاعد كما جاء على لسان بعض النقابيين، كذلك ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، لأن نحن لسنا أمام حوار، وهذا أمل ديال كل النقابات. ما يتعلق أيضا في قطاع الصحة كما جاء على لسان بعض الذين تم استجوابهم. المسألة القانونية، الشق القانوني، هو لابد أننا مطالبون باستكمال التنزيل الدستور في الشق المتعلق بالقوانين التنظيمية، وأمامنا قوانين تنظيمية اللي مازال الحكومة ما جابتهاش للمؤسسات الشيعية، سواء تعلق بالقانون التنظيمي للإضاب أو تقديم العائد أو مجلس الوصاية أو تفعيل الطبعة الرسمية الأمازيغية، وهذه مجموعة ديال القوانين اللي لابد أنه يتم التنزيل ديال الدستور عن طريق تقديمها أمام المؤسسات الشيعية. ف وحنا نعلم جميعا ان القوانين التنظيميه هي متفرعه عن الدستور، الدستور كان محط اجماع، وبالتالي فلا بد ان هذه القوانين التنظيميه ان تكون محط اجماع بدورها، لان من خلال اجماعها يكون اجماع وطني على مجموعه من القضايا. شكرا لكم جميعا، وربما نبداو يعني بالاجواء العامه التي تدخل في هذه السنه، وربما امطار الخير التي تحدثتم عنها، لكن سعد الله الا ترى بانه ربما هذه الامطار جاءت متاخره وان الضرر ربما قد بدأ، وأن الكثير يطرح تساؤلات عن يعني المحصول الفلاحي كيف سيكون بسبب هذا التأخر الذي دام أكثر من شهرين. دعني أؤكد بأن احنا كنقولوا دائما كل شيء بيد الله، وتأخر المغرب عرف فترات واللي تأخر أكثر من هادشي، وكاين سنوات اللي ما طاحتش تحت الأسبوع الثالث من يناير. وعندنا مثال مغربي كيقول الغرس في يناير، طبعا لا طاحت الشتاء في يناير وطاحت في مارس، زعما كنكونوا مطمئنين على المنتوج ديالنا. واليوم يعني بالمفاهيم كذلك حتى الفلاحيه، حنا باقيين في يناير، مازال الناس يمكن لهم يتداركوا بكل طمأنينه. لكن هاد امطار الخير من الناحيه السياسيه حتى هي كاينه بالنسبة إلينا. أنا ملي كنسمع بأن قضية التحكم متجاوزة ويجب النظر إلى المستقبل، طبعا هادشي اللي بغينا، لأن سنة 2016 عفوا المعالم ديالها غتكون فيها انتخابات. بكل حال التاريخ لم يحدد بعد بدقة، ولكن غتكون فيها انتخابات 2016. هذه انتخابات فيها عدة مؤشرات خصنا نراعيوها. أولا هادشي اللي حققناه كيخصنا نحصنوه. كل انتقالات ديمقراطية كتكون فيها يعني تراجعات، وحنا كتكون بين خصنا اليوم نقطعوا مع شي حاجة سميتها انتقال ديمقراطي، خصنا ندوزوا للديمقراطية نطبعوا مع الديمقراطية، وما يمكنناش نطبعوا معها إلا إذا حنا كنا كفاعلين في الحق السياسي وعلى رأسهم الأحزاب السياسية وعينا بالدور ديالنا. أنا كنقول بأنه الشعب اليوم الوعي ديالو ارتفع بشكل كبير جدا، وهذا الارتفاع يجب ان زعما ان يذهب معه، وان يعني يوازيه يعني الوعي لدى الاحزاب السياسيه بالدور ديالها اللي خصها. ولكن عندما تقول تحكم تعني حزب واحد اللي هو معروف، يعني هذا هو شوف تقليديا تتوجه له الاصابع عندما يتعلق الامر بالتحكم، وهو حزب الاصاله والمعاصره. وما دام جات منه كيقول لك قضيه متجاوزه انت بغيت ترجع لها، التحكم منهج للاسف الشديد، وعرفناه يعني في مجال سياسي وفي المجال الاقتصادي وفي المجال الثقافي وفي المجال الفني، قطعنا معاه في هذه المجالات، باقي في المجال السياسي مازال البقايا ديالو. هذه البقايا خصنا نقطعوا معها. ما معنى التحكم؟ هو انه عوض ان نتحكم لصناديق الاقتراع ولا اراده الشعب، كنمشيو كنديروا اساليب باش نغطيو على هذا الشيء اللي كيديروا الشعب باغي واحد اتجاه معين،
بغى هاد الاحزاب الاغلبيه ولا بغى المعارضه خصنا نحترموا الاراده ديالو. ما معنى انتخابات؟ انا بغيت نرجع مادام الاستاذ قال نمشيو للامام، ما بغيتش ترجع، والا كيفاش غادي نفسروا حنايا انتخابات ديال مجالس الجهات؟ هذاك عيب وعار وصمه عار غتبقى على جبيننا كي خصنا نتجاوزوها في 2016. ثم ملي كنتكلموا بخصوص الانتخابات راه توجهت الاصابع حتى الاحزاب الاغلبيه لانها غضت الطرف على وكانت جزء من هذاك التحالفات وديك الاتفاقات، ماشي غير المعارضه بوحدها اللي تحكمت. هناك احزاب معكم في الحكومه الان اللي تخلات ومشات مع المعارضه ضد الظن في الخيار ديال الاغلبيه، يجب الاعتراف. دابا حنا ما كنقيموش انتخابات بغيتي نقيموها نديروا لا علم. لا غير بداو لا ما معنى انا بالنسبه الي هل تلك الاحزاب هي بغات دير تحكم؟ انت قلتي كاين حزب واحد وهي الذي ينات، ولذلك اليوم ملي كنظروا النتائج شكون الذي حصل على اكبر عدد من الجهات؟ بالرغم من ان القاعده الديمقراطيه كتقول اودي كاين واحد الحزب جا هو الاول، كاين اغلبيه جابت، كاين معارضه جابت، خصنا نحترموا على الاقل. ما معنى ان واحد في هذه انتخابات الجهات وفي مجلس المستشارين واحد جاب واحد العدد قليل جدا وصدق يعني رئيس ديال المؤسسه او غير. انا بغيت هذا الموضوع نجاوبوا نشوفوا خلينا نشوفوا السوابي فيما يتعلق علق على هذا، لان الكلمه ديال التحكم جبتيها وجبدات عليك. لا انا فاهم السي عبد الله بوناش كيقصد، تقصد ماشي فقط الاصل المعاصر، كيقصد جميع الاحزاب اللي رفضت التحالف معاهم في الانتخابات. اي حزب رفض التحالف معاهم في الانتخابات فهو يمارس التحكم. يمارس عليه الناس عندها البلوغ السياسي. ما كاينش واحد قاصر سياسيا، كل واحد عنده الحريه في اتخاذ القرار اللي كيشوفه مناسب. لانه استطعنا نحصلوا على مواقع داخل الجهات، ماشي كيعني اننا كنديروا التحكم. لاننا دخلنا في تحالفات ما نجحتوش ندخلوا فيها. ولكن دخلتوا في تحالفات على مستوى مجموعه من المدن وخديتوها وما اعتبرناها حناش تحكم، اعتبرناها ممارسه ديمقراطيه. جا واحد الاول ولا جا الثاني، هذا تحليل ديالك. انا تحليل ديالي انا كنعتبر بانه هذه قضيه التحكم اذا بغينا نفسروها كما جا نطرحوا ما هي الوسائل اللي كتملكها التحكم. واحد كيملك الحكومة، تيملك السلطة، تيملك القرار السياسي، تيملك الأغلبية، تيملك أجور الموظفين المضربين وكيخفضها منها، تيملك الزيادة في السكر، تيملك إلغاء صندوق المقصة، كيملك واحد من تاع الزيادات وكيقرر فيهم لوحده. وكتسميهم تحكم؟ وتقرر فيهم لوحده وكيعتبروا ماشي تحكم، واحد من حيت كيجي كينتقدوا كيعتبروا تحكم. أنا أعتقد بأننا إذا سمحتي سي عبد الله وأنت صديق أننا نقوم بهدم التطور الديمقراطي في المغرب حين كنبقاو نعتبروا أن الأزمة اللي كيعيشها المغرب هو التحكم. الأزمة اللي كيعيشها المغرب هو عدم الاعتراف بالواحد بالآخر. الأزمة اللي كيعيشها المغرب هو يعتبر أن الديمقراطية هو أنني ننجح في الانتخابات والآخر يعترف بنجاحي كما اعترفنا نحن بنجاح الآخرين. وأنا قلتها في أول لقاء على الانتخابات. كنعتبر بأنه الانتخابات وحنا اعتبرنا في الانتخابات كذلك وقلتها في الانتخابات. نتائج الصناديق تقوم واحد المجموعة على المسؤوليات على مستوى المدن، وعطتنا واحد المجموعة على المسؤوليات على الجهات. لماذا تعتبرون أن المسؤوليات اللي حصلنا عليها حنايا فيها التحكم واللي أنتم حصلتوا عليها نازلة من السماء؟ العنصر الثاني أنا جيت الأول في عدد من المدن احترم كون الأول صوتوا عليا كون الأول ولا أما أنت أما جيت الأول ولا كنت الثاني الخامس ويا التحالفات ديالك تعطي النتيجة ماشي الأول ولا الثاني. التحالفات المسألة الثانية أنا بغيت غير نزيد باش غنديروا الانتخابات لكنا غادي نشوفوا واحد فينا يتكلم خلي ما تقاطعش واحد فينا يتكلم وأنا والله ما نقاطعك أستاذ عبد الله كتعرف القضية معك بالضبط تفضل مع كامل احتراماتي أستاذ عبد الله. المسألة نعم المسألة الثانية اللي بغيت نقول الحمد لله بأنه الشتاء ليس قرارا سياسيا وإلا نسبه كل حزب لذاته. الشتاء من عند الله والحمد لله نحن عاجزين عن الشكر جميع اللي كيعطينا الله في البلد هذا، أعطانا الاستقرار، أعطانا لا ما نشتركه معكم هو احترام الثوابت والدفاع عن الثوابت واللي هو مشترك عند جميع الاحزاب ماشي غير بيناتنا فقط. كذلك حنا عندنا واحد المجموعه تاع الرغبه باش نطوروا العمليه الديمقراطيه. والعمليه الديمقراطيه تعليم ومدرسه وتطور ونقاش. ولكن حينما نبدا في الهجوم على الطرف الاخر وكنقول له مباشره انت غادي تدير التحكم، كيطرح المواطن السؤال كيفاش واحد السيد عنده السلطه وعنده القرار وعنده السياسه وعنده الوسائل وعنده السلطه الاداريه وعنده الدستور وعنده المؤسسات وعنده الاغلبيه وكيقول لك التحكم، اشنو اللي بقى لكم ما خديتوه باش تقولوا عندنا حنا التحكم؟ لان فقط كننتقدكم. العكس، ما يضمن شرعيتكم هو حضورنا لاننا ننتقدكم ولاننا نمارس المعارضه. حيدنا السي بن كيران شي سلطه اللي كانت عنده اللي حنايا ممكن نحترمها فيه احترمناها فيه، كيحضر معنا في البرلمان وكيناقش معنا. وجودكم مرهين بوجودنا وكذلك وجودنا،
مرهين بوجودكم، لان نحن كنا كنشتغلوا في اطار الثوابت، كنشتغلوا في اطار التجربه الديمقراطيه. واذا ما استطعناش ندافعوا على الديمقراطيه وخلينا المجتمع المغربي مغلق في موضوع انت كتحكم وانا كنتحكم، انت بغيتي تهيمن وانا بغيت نهيمن، هذا النقاش هذا ما عمر يطور العمليه الديمقراطيه. يمكن يخلي لكم الشعبويه، يمكن يخلي لكم ممارسه السلطه لواحد المده اخرى، ولكن واش غادي يكون الهدف ديالو هو بناء الوطن على المستوى الديمقراطي؟ هذا هو السؤال. واش هذا التصرف وهذا السلوك هذا اللي قلت ما دخلنا في البرلمان نوض واحد بلور مقابلنا غير متى ندخلوا باش يقول لنا انتم كديروا التحكم؟ اعتقد ان خصنا نتجاوزوا هذا الموضوع، لان خلقتوا ثقافه لدى المواطن وهذا هو اللي خطير. خلقتوا ثقافه لدى المواطن على ان كل من تكلم فهو يريد ان يتحكم، ولا المواطن كيعتبر بانه شكون تحكم شكون ما تحكم، في حين خصنا نخلقوا لدى المواطن ثقافه ان الذي يسير يسير والذي ينتقد ينتقد من هذا المنطلق. انا ادعوكم باش نخلقوا لغه اخرى جديده، لغه كتبني المؤسسات الديمقراطيه، لغه كتبني المؤسسات والاحترام المتواجد. انتم موجودون ننتقدكم، نختلف اليوم قد نتفق غدا وقد نختلف بعد غد، وهذا طبيعي جدا لان الذي يجمعنا الوطن. اما غير الاتهامات والاتهامات المباشره فيمكن الواحد اللي يصل النهار كله هو كيوجد في الاتهامات كيبقى في الاخير الشارع اش غادي يقول؟ نعم. اذا نشوفوا حزب الحركه الشعبيه سي حسن العرج فاين يقف بين هذه المواقف انتم عضو في الاغلبيه الحكوميه، يعني كيف تنظرون الى هذا الخطاب؟ احنا ننظر دائما بموضوعيه وعقلانيه في ظل التطور الذي يشهده المغرب. فعلا احنا تقولوا نحن امام تحديات سياسيه ديال 2016، وحنا بالنسبه للفريق او حزب الحركه الشعبيه احنا دائما نعتز بالتحالف الحكومي، لان حينما نتحدث عن المشهد السياسي المغربي لابد ان نستحضر على ان الدستور اعطى مكانه متميزه للاحزاب السياسيه من خلال اول المقتضيات الدستوريه، وكذلك من خلال قانون التنظيم المتعلق بالاحزاب السياسيه اللي اعطاها واحد المكانه مهمه خصوصا فيما يتعلق بتاطير المواطنين. هذه نقطة أساسية البعض لا ينتبه إلى العديد من المقتضيات التي جاء بها القانون التنظيمي ديال الأحزاب فيما يتعلق بتأطير المواطنين وكذلك تدبير الشأن العام المحلي. إذا نحن أمام تحديات، وحنا كنعتبروا دائما أن حينما نتحدث عن التحالفات دائما نستحضر أن هناك مستويين ديال التحالف. كاين مستوى طويل الأمد اللي كيتبنى اللي حاليا كاين على مستوى الايديولوجي على مستوى البرامج، وبالتالي نحن مرتاحون في اطار التحالف الحكومي ديالنا. واحيانا تيكون المستوى الثاني ديال التحالف، هذه نظريات دائما تدرس في علم السياسه. حينما نتحدث عن التحالفات كيكون هناك تحالف على المستوى الاول تيكون ايديولوجي طويل الامد، وثانيا تيكون المستوى اقل وهو المستوى الثاني وتيكون ظرفي زماني. وبالتالي نعتقد انه على مستوى الانتخابات ربما الجماعيه الى غير ذلك لابد ان يكون تحالفا ظرفيا مكانيا زمنيا الى غير ذلك. وبالتالي احنا عندنا قناعات هو اننا نطور المشهد السياسي، نعزز مكانه المؤسسات الدستوريه في البلاد، لان هناك انتظارات ديال المواطن وانتظارات خصوصا فيما يتعلق بالمستقبل. حينما جاء دستور 2011 جاء بالعديد من المكتسبات على مستوى الحقوق على مستوى الحريات، ونعتقد نحن في حزب الحركة الشعبية كفاعل أساسي في التحالف الحكومي أننا ملزمون في هذه السنة الأخيرة. عندنا تحديات سياسية اقتصادية اجتماعية، ونحن مرتاحون فيما يتعلق بمجموعة من الإصلاحات على مستوى الدستوري من خلال إخراج العديد من القوانين التنظيمية، وهذه لا بد أن ننتبه إليه، كذلك على مستوى الإصلاحات السياسية، كذلك على مستوى الإصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية. هذا لا بد أن نعتز به خصوصا في إطار التحالف الحكومي ديال أحزاب الأغلبية. سي عزيز، انتم ايضا يعني تتشكوا من التحكم ولكن تتنسبوه للحزب الذي يقود الاغلبيه الحكوميه، ورغم انكم هو كاين جوج نقاط، لان تكلمتوا على مساله الجفاف وتكلمتوا على مساله ديال الانتخابات الاخيره. ف ما جبنا بالسيف عاوتاني قصيفة ديما حضا لان الجفاف بداوا الناس بداوا يطلبوا العلف. اذا ما تتفقش مع بوينو قالنا المغرب كامل مشمول. لا، لان حتى التصيحه التصميه الان فيما يتعلق بالجفاف كتقول في احسن الاحوال غادي يكون موسم متوسط. متوسط نعم. والان انحباس المطالب لهذه المده هذه طفعت مطالب اجتماعيه ديال الفلاحه الصغار المتوسطين والكسابه فيما يتعلق بالشق المتعلق بالمطالب ديالهم ديال الاعلاف المدعمه، وهذا اظن انه تدخل
وفي هذا الصدد كان احنا عندنا تجربه في المغرب في هذا الصدد بالنسبه لبرنامج محاربه اطار الجفاف واللي كانت الحكومه ديال التنوب دخلت فيه اموال في 99 من اجل يعني المواجهه ديال هذا الجفاف. فهذا اشكال واللي خص الحكومه منذ الان انها تصدق المساله وتدخل وما تخليش حتى نشوفوا لا قدر الله كيتما. وبالتالي ما خصناش نكونوا ضافيين، خصنا نلقاو الحل الان، نلقاو جواب منذ الان، لان يعني عندنا دابا الافق الى استمرت الامطار في يناير وفبراير ومارس غادي يكون متوسط، وبالتالي هذا اظن انه ان الاوان باش غيكون تدخل، ماشي عاد غادي نخليه الى ما بعد. مساله الانتخابات ماشي هذا الشيء اللي قال السي عبد الله، فحتى رئيس الحكومه كان قال بان الانتخابات ديال 14 تنبيه اعطاها ما اعطاها. وحتى امين عام داخل الاغلبيه الحكوميه صاح بهذا، والمعارضه كمعارضه صاحت بهذا، ونحن في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه في اللجنه الاداريه الوطنيه 14 نوفمبر قمنا درنا واحد التشخيص وواحد التحليل اللي بينا فيه شنو هو الاختلالات ديال الانتخابات الاخيره. اظن انه من المسؤول؟ الحكومه. شكون خصو يجيب اصلاحات؟ الحكومه. أن لا يعقل أنه الآن نمشيو بهذه اللوائح الانتخابية الانتخابات التشريعية لهذه اللوائح ديال التصويت، وهي لوائح كلها أخطاء، كلها مشوبة بأخطاء، ومواطنين ما تمكنوش يصوتوا لأن ما عندهمش الوصل اللي يثبت التسجيل ديالهم من عدمه. ما يمكنش أننا نمشيو لهذه الانتخابات وحنا يقال لنا أنه نتجهوا للقضاء الاحتجاج وحنا كنعدموا الحجة لان اوراق التصويت يتم الاحاق ديالها وهذا غير مقبول. ما يمكنش نمشيو للانتخابات وحنا ما عندناش قوانين اللي غادي تصلح هذه المنظومه ككل، واللي غادي ما يمكنش نمشيو وحنا ما كنحاربوش الفساد والمال، لان البناء المؤسساتي راهين بانتخابات نزيهه، والاصلاح السياسي والانتخابي يبدا من القوانين واللي ممكن من خلاله نعطيو مجالس ذات كفاءة وذات مصداقية واللي ممكن تشتغل. احنا الآن كنحتجوا على مجالس لأن كاين ما كتأديش الدور ديالها، ما كتعرفش الدور ديالها، ما كاتش ولا المسؤول من؟ هو إصلاح القوانين. وهذا الشيء خصو يتم منذ الآن، ما خصناش نخليوه حتى لآخر لحظة ونجيبوه، وأن يتم بتشاوك مع المعارضة. لأن المؤسف أن رئيس الحكومة ما سبق ليش عقد أي لقاء تشاوري مع المعارضة. وهذه توجهات ديال النضال الليبرالية اللي كتعتبر المعارضة خصم، وبالتالي ما ممكنش نجلس معها. والحال أن المعارضة قوة اقتراحية وقوة اللي ممكن أنها تكون مفيدة للأغلبية. هذا فيما يتعلق بالانتخابات، وبالتالي فأي إصلاح ينبغي أن يتم وفق الإصلاحات القانونية واللي خص الحكومة تجيبها داخل الأجل من أجل أن يكون هناك تشاؤك وتفاعل ديال جميع الفرقاء معه. سي بوانو، قلتي بأنه سنة انتخابية وآخر يعني الأشهر في عمر الحكومة، قلتي أنه اللي بدأت كانت البداية ديالو يعني حسنة، يعني الخاتمه غادي تكون حسنه، رغم ذلك ان شاء الله، رغم انه ربما البعض يقول بانه البدايه ما كانش يعني حسنه كما تقول، كشابها ما شابها من عراقيل من مشاكل. وحتى النهايه الان هناك مع بدايه السنه من يطرح عده تساؤلات حول القرارات اللي غتاخذها الحكومه، وفي يعني في مقدمتها ملف التقاعد اللي منذ الان تيبان بانه غادي يكون هو الملف الساخن، واللي ربما يعني الحزب ديالكم يقدر يؤدي الثمن ديالو في نتائج الانتخابات بسبب الإصرار. عرفنا بأن الحكومة يعني أصرت على تقديمه في اجتماع مجلس الحكومة القادم تصور الخطة ديالها لإصلاح نظام التقاعد. أولا دعني أعقب قليلا، ما غاديش نوقف أنا في هذه القضية ديال التحكم. الصلاحيات اللي عند الحكومة واللي عند رئيس الحكومة واللي عاطيها له الدستور لا استبعد ان يتم انه تم او سيتم يعني استعمالها من اجل مصلحه حزبيه ضيقه. وهذا الشيء وما كاينش علاقه ديال التحكم بالنقد والانتقاد والوجود وعدمه والاعتراف من غيره. التحكم بالنسبه للمغاربه هو جوج الحوايج. اولا التدخل في قرارات داخل احزاب اخرى، وهذا يقع ووقع، ما غاديش نرجعوا 2007 و2009 و2011، دابا في 2015 وكاين بيانات
والموقف ديال حزب محترم اللي اكد بهذا الشيء. ثم ثانيا هو انه منين كنجيو النتائج الديمقراطيه، الشعب قال الحزب الاول فلان، الحزب الثاني فلان، الحزب الثالث فلان، الحزب الرابع فلان، ما يمكنش. حنا جينا ودرنا اصلاحات وقلنا ما يمكنش يترشح لرئاسه جماعه الا الاحزاب الثلاثه الاولى، اتفقنا الخمس الاولى واتفقنا. فهاد الخمسه مشينا كنفسروا الديمقراطيه، هو الديمقراطيه هو التحالف، غير منطقي. الشعب عطى واحد التوجه وما يمكنش حنا كيصوت على واحد التوجه، واحد اللون، واحد الرمز، وفي النتائج كيشوف رمز اخر. هذا هو التحكم، ما بغيناش نزيدو نفصلوا فيه اكثر. حنا كنقولوا 2016 يجب ان نقطع مع التدخلات نهائيا. طبعا كاين الجانب القانوني، كاين، ولكن كاين جوانب اخرى اللي خصنا نتفقوا عليها كاحزاب. كفا، خص الحزب واللي هذا الحزب اللي كنتكلموا عليه خصو يعرف بانه خرج على المغرب. كيكفي ما نرجعش ل 2011 والشعارات واللافتات، هذا الشيء الشعب المغربي قالوا، فاذا لا داعي باش نرجعوا له. حنا كنقولوا يجب ان نقطع معه، وكل فاهم يفهم. بالنسبه للانتخابات القادمه ثلاثه الحوايج، اللوائح ازيد من 15 مليون اليوم اللي مسجل، اللوائح راه مفتوحه دابا. ما اثير حولها ولا زال يثار، وانا جزء من الناس الذين يثيرون البعض من هذا الشيء، ولكن كنقول بلادنا كتمشي في اطار واحد التوافق، داك الشيء اتفقنا عليه. اما لجينا كل واحد بما فيه العداله والتنميه يبقى يقول لا، وقف البيضه في الطاس في الراي ديالو، ما غنتقدموش. ثانيا هاد القوانين اللي كنتكلموا عليها اليوم، ملي كنشوفوا كنقارن انا على الاقل عشت 2002 2003 2007 2009 2011 2015 تبعتها وعرفتها وشفتها. اليوم عدد الشكايات اللي كانت عند الانتخابات الاخيره اقل من 1000، ما عمرها تسجلت، ما عمر تسجل هذا الرقم القليل من الشكايات. صحيح شبه ما شبه من فساد مالي، ما يمكنناش يعني نقول نغمضوا عينا ونقولوا ما كانش فيها فساد، كان فيها فساد مالي والكل يعرفه. ما يمكنش نتكلموا على انه لا بد من الحوار وما كانش حوار مع المعارضة، كان، وانا حضرته مع احزاب سياسيه ومع اشخاص بعينهم رؤساء احزاب سياسيه، وكان الحوار مع رئيس الحكومه. صحيح كانت البدايه، ولكن استمر، يعني نقول لك ازيد من 9 اللقاءات اللي كانت مع وزير الداخليه، واستجاب في الحوارات للمعارضه اكثر من تجاوب مع الاغلبيه، وما عندناش مشكل من اجل مصلحه البلد، ما عندنا حتى شي مشكل. فيما يتعلق بالبدايات، انا كنقول البدايه لابد عندها لكل حال تحديات الى غير ذلك، ولكن انا كنقول العبره بالنتائج. اليوم الانجازات، هذا اللي كنقصد بالبدايه. نعم. اذا كانت التمره كتبان، الشجره بدات كتنبت الثمار ديالها، نامل ان هذيك التمره نقطفوها جميعا، لان مصلحه المغرب اللي كتكلم على الانتخابات ديال 64، ما كنقولش حيت نجح فيها حزب العداله والتنميه، وكنشكر المغاربه الذين صوتوا، ولكن هي نجح المغرب، نجحت الديمقراطيه المغربيه. ولذلك انا بالنسبه الي مطمئن نوعا ما، اذا احنا كاحزاب وكفعاليات تجاوزنا بعض الجوانب، من هادشي اللي ذكرت ديال التحكم. غنأديو الثمن اسيدي، حنا كعداله والتنميه مستعدين نأديو الثمن من اجل مصلحه المغرب. حنا مستعدون ان نؤدي الثمن من اجل الاصلاحات الحقيقيه، ودارت اصلاحات، لانه ملي كنرجعوا ل 2013 ويونيو 2013 الزيادات اللي كانت في المحروقات، او ملي كنمشيو 15 مليار، كل شيء انذاك كان كيقول الناس ستؤدون الثمن. قرارات الشجاعه التي اتخذها رئيس الحكومه واتخذتها الحكومه، سواء في الاغلبيه الاولى او في الاغلبيه الثانيه، كانت جريئه، والمواطن لمسها، اشتمها، قدرها، وصوت عليها، لانه كيعرف بانه ما دارتش من اجل مصلحه حزب معين، دارت من اجل مصلحه البلاد. ولذلك التقاعد بالنسبه الينا قتل حوارا. كاين اللجنه الوطنيه، اللجنه التقنيه، سميتو عليه الصندوق، سميتو يعني برا بعد الخارج يعني منظمه العمل الدوليه، عاد نجيو حنا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المجلس الاعلى للحسابات، البرلمان، هادشي كله تقارير كلها كتقول بان كاين مشكل، كاين اختلالات،
كيخصنا نعالجوا هاد الاختلالات، لان غادي لان المغربي غيدفع غدا غيدفع المغرب كامل 34 ماشي 850 الف موظف، هاد 34 مليون ديال المغاربه سيؤدون الثمن اذا ما صلحناش، لان هذوك الفلوس غادي نهزوهم من جانب ونحطوهم تما. فلذلك انا اقول في التقاعد بالنسبه الينا الحوار كان وخصو يستمر، ولكن خاص الاصلاح، ومن اجل الاصلاح اسيدي مرحبا ان هاد 34 مليون اذا قالوا لنا احنا اخطانا مرحبا، ولكن نظن باننا نحن نتخذ هذه القرارات الجريئه من اجل مصلحه المواطن، من اجل مصلحه هذاك الشاب واللي باغي يشتغل، من اجل مصلحه هذاك الطفل، من اجل مصلحه هذيك القرى اللي هي مهمشه ومقصيه خصها دير لها استثمارات تكون عندها السبيطارات. هذا الشيء علاش كيخص اصلاح ديال صندوق التقاعد، كنظن كيما فهموا اصلاح ديال المقاصه غادي يفهموا اصلاح التقاعد. اذا ما غاديش نستمروا في هذا النقاش ديال التحكم. ايوا انت قلتي ولا قلت انت؟ لا ما نستمرش في النقاش ديال التحكم لانه غادي نثقلوا على المشاهدين. انا معك. وما يمكنش دير الحمله الانتخابيه سابقه لاوانها حول موضوع التحكم. الان اللي مطروح هو الحكومه ما هي ماذا فعلت هذه 4 سنوات. صندوق التقاعد مثلا نحن نختلف مع الحكومه بانه خصو اصلاح. نختلف معها في طريقه الاصلاح. وهذا حقنا كمعارضه. كنعتبر ان الاصلاح يجب ان يتطور باتفاق مع النقابات. لان هي تمثل المعنيين بالامر. وان السي بن كيران خصو يقبل هذا الحوار ويقبل بعض مطالب النقابات. كذلك نحن نعتقد بانه الان حان الوقت واللي من اجل الديمقراطيه نقيموا العمل الحكومه بشكل موضوعي. اما واش قبل الشعب المغربي ولا ما قبلها هذا موضوع اخر. هذا موضوع اخر. اضافه الى ذلك انه الاحزاب السياسيه اللي كتكلموا عليها واللي اعتبرتوها بانها فيها تدخل هي احزاب محالفه لكم. وكتدخلوا فيها الان عبر التحالفات اللي عندكم معها ودرتوها في الحكومه وكتقروا فيها عمليا. حنا غير كتخلقونا، ما يمكنش الواحد يخلق معارك وهميه ويعطي نفسه بطوله وهميه، ما يمكنلوش. اذا كانت شي حاجه واضحه ستكون مطروحه. ونعتقد بان هناك استغلال لمفهوم التحكم من اجل تمرير العمليه الانتخابيه المقبله. وهذا ما صحيح، لان كيسيل الديمقراطيه وكيسيل شرعيه الاحزاب ككل، وكيهيل الاحزاب اللي معكم في التحالف، وكيهيل الاحزاب اللي كاين. لهذا في هذا الموضوع التحكم غادي نتجاوزوا، واخا تعاود تجي تردوا السلام الله انا غنتنازل لك عليه. كموضوع يثير رغبتكم ويثير بل انكم عندكم نائب برلماني مكلف به. المقالات ديالك ما كتبقاش هذا الجانب؟ على كل، انا كنكتب ما عندي مشكل، انا مفهوم التحكم كنختلف في الموضوع معك فيه، ولكن هو موضوع الكتابه. نرجعوا للموضوع الثاني. انا كنقول ان الحكومه في موضوع صندوق التقاعد درت خطأين. الخطأ الاول كما قلت هو الحوار ما وصلش المدى. والعنصر الثاني اعترف به السيد رئيس الحكومه المحترم حينما قال لقد تاخرنا في هذا الاصلاح، وقال في البرلمان علاش ما حسبتونا تاخر هذا الموضوع هذا. وكذلك واحد المجموعه تاع القضايا اخرى لم يتم الحسم فيها اللي مطروحه على المجتمع، مشكل التعليم اللي الحكومه لحد الان ما دارتش القانون الاطار، واصبح التعليم كانه يسير من طرف المجلس الاعلى للتربيه والتكوين وماشي من طرف وزاره التعليم. بل انه لا يقبل مثلا ان السيد رئيس الحكومه يجيب وزير ديالو في مؤسسة وهو رئيسه ويفوض له ويملك عليه السلطة السياسية ويبهدله. كان يتكلم معاه في الحكومة في هذا الموضوع. ما يخرجش هذا الشيء في مجلس المستشارين. كاين واحد المجموعة تاع الانزلاقات في ممارسات السلطة فيها حتى هي نوع من التحكم خا تجاوزناه، وفيها نوع من الانزلاق الدستوري. وكاين عدة قضايا أخرى كطرح نفسها. لهذا الآن واش حنا بغينا نبنيو تجربة ديمقراطية؟ ولا ما عندنا رغبه باش نأسسوا في المغرب تجربه ديمقراطيه وغادي نبقاو ندور واحد الاسطوانه مشروخه كنسميوها اسماء معينه. اسمح لي السيد العدوي، الموضوع اللي مطروح الان هو ان المغرب عنده تحديات كبرى. انا قلت القضيه الوطنيه، قلت القضيه الاقتصاديه، قلت القضيه الفلاحيه، قلت قضيه الماء، قلت قضيه الاجور، القضيه ديال الاجور، كل شيء تكلمنا على الاجور. ولكن من فكر يوما بتأسيس هيئه وطنيه لمراقبة حسن استعمال الأجور على مستوى القطاع الخاص، على مستوى المؤسسات العمومية، رؤساء المؤسسات العمومية اللي كيحصلوا عليه. كلشي كيتكلم على المعاشات البرلمانيين مزيان، ولكن شكون يتكلم على المؤسسات العمومية والأجور اللي كيملكوها والمداخل اللي كيملكوها والبريمات اللي كيوصلوا ليها وكتجوز بالملايير؟ مزيان في الموضوع، ولكن واش ما كتعتقد بأنه الآن بدينا كسياسيين كنخلقوا واحد المسافة تاع
تباعد بينه وبين الرأي العام اللي كيهتم بمواضيع أخرى وكيخلي مواضيع جوهرية وهي أساسا الديمقراطية، وهي أساسا أن المؤسسات الديمقراطية بما في البرلمان يجب أن تلعب دور. وهنا بغيت نقول السيد عزيز، أنا بالنسبة لي الحكومة تشاركني في النقاش. ما معنى حضور رئيس الحكومة للبرلمان شهريا؟ هو يناقش معايا ونناقش معاه. أنا لا يمكن أن أشارك الحكومة في قرارتها إلا في إطار البرلمان. البرلمان هو المجال الوحيد الذي تكون فيه الحوار والمناقشة مع الحكومة، ماشي مجالات أخرى. هذوك الكواليس وكيتلاقاو رؤساء الأحزاب مع رئيس الحكومة، داك الشيء عندي ما ندير به أنا. أنا المؤسسة الدستورية اللي كتهمني واللي كتشتغل فيها. هذا أنا كنعتبر بأن المساءلة ديالي الرئيس الحكومة، إذا سمحتي، المساءلة ديال رئيس الحكومة والحصيلة السنوية أنا كنعتبرها مجال، لأنه السيد رئيس الحكومة ماشي ملزم فقط يجاوبنا، ملزم ياخذ بعين الاعتبار ملاحظتنا. وملاحظتنا كنجيو كممثلين الأمة فيها، كنعبروا على من الأمة، سواء رفضونا ولا قبلونا، اعتبرونا حزب من هذه الجهة ولا من ديك الجهة، ولكن حنا ممثلين الأمة حصلنا الأصوات. لهذا أنا ما كيهمني كل شيء النقاش، ما تيهمني أنا، اللي تيهمني كيف يمكن أن أضمن الاستقرار الاقتصادي والسياسي وتطور هذا البلد. أنا كان في تاريخ بريطانيا عندهم واحد المرحلة سموها، أنا ما كنعرفش الإنجليزية بزاف، هذاك جولد إيج، العمر الذهبي. العمر الذهبي هذه بعد الحرب العالميه الثانيه تلاقت الاحزاب كلها قالت بون عندنا واحد الجماعه تاع المشاكل الكبرى في هذا البلد غادي نحلوها، عاد نديروا السياسه في الصراع. وقضوا واحد المده اختار فيها واحد رئيس حكومه متفق عليه وحلوا المشاكل الكبرى كلها مطروحه، ومن بعد عاد بداو يديروا السياسه اللي كنديروها الان. حنا بدينا من تحت، الان راه هذا النقاش الهادئ اللي كتشوف غير لاننا انهكنا بالسياسه وانهكنا الجمهور معنا. لو كنا جينا هنا في 2011 كنا كنتغوتوا، تعبنا كلنا، ما خصناش نتعبوا الشعب المغربي. الشعب المغربي محتاج يحل مشاكله في التدرس، في الصحه، في ضمان المستقبل، في الشغل، في البطاله. الا حلينا هذه المشاكل انتم كقرار سياسي الان موجود في الحكومه غدا ما عرفناش غتكون ولا لا، ولكن انا متيقن وحنايا كمعارضه باش نوجهكم باش ننتقدكم باش نقدموا البديل لكن عندنا القدره باش نقدموا لكم. وبالنسبه للانتخابات المقبله انا متيقن بان ستكون نقابات انتخابات نموذجيه، وانا هنيتكم في الانتخابات اللي فاتت رغم كل ما يقال عنها، رغم كل الاوساط اللي وصلتونا فيها، قلنا ان الوطن هو الذي فاز في هذه الانتخابات، وانا اريد ان يفوز الوطن مره ثانيه، لانها الضمان الاساسي لاستمرار اعمال الدستور وتطوير العمليه الديمقراطيه وضمان احترام الثوابت اللي هي في الدستور. وهذا ما كنختلفوا فيه سي عبد الله يمكن. لا ما كنختلفوا وما فيهاش تحكم. كنتمنوا سير. نعم الحركة الشعبية كيف تتوجه إلى هذه الانتخابات في إطار الأغلبية؟ وألا تعتقدون بأن هل ستستمر يعني هذا التضامن مع الأغلبية حتى وقت الانتخابات، أم أنكم ربما متخوفون من أن بعض القرارات الحكومية كيف قلت للسيد عبد الله يمكن تأثر على نتائج الانتخابات؟ كنعتبروا أن القرارات الصادرة على الحكومة احنا شركاء في التحالف الحكومي ونتحمل المسؤولية. احنا غير اللي تنقولوا بان هناك اصلاحات كبرى اللي تعملات في هذه الحكومه ولا بد من استحضارها. ربما هناك كانت يعني اكراهات، كانت صعوبات، ولكن كاين اصلاحات كبرى لا بد ان نسجلها بايجابيه. ولكن دائما تنقولوا لا بد ان يكون الخطاب السياسي مسؤول في هذه المرحله، وبالتالي لا بد ان نعزز مكانه المؤسسه الدستوريه، ويعني ونمشيو في واحد الخطى ثابته. ويمكن لي نقول لكم بانه هناك تحديات كانت على عند الحكومه وفي هذه السنه الاخيره بالخصوص، ولا بد من استحضار مجموعه من الاصلاحات، من اخر هذه الاصلاحات هي الاستراتيجيه الوطنيه لمحاربه الفساد. هذه الاستراتيجيه قائمه، لان حينما جاء دستور 2011 كان من اهم الاشكاليات التي عالجها دستور 2011 هي الاشكاليات الريع والفساد والرشوة إلى غير ذلك. وبالتالي حنا تقولوا هذه الاستراتيجية الأخيرة التي صدقت عليها الحكومة متعلقة بمحاربة الفساد جاءت بمجموعة من المنطلقات اللي أدت إلى تنويه مجموعة من المنظمات بما فيها المنظمة ديال شفافية ترانسبارونسي المغرب إلى غير ذلك، اللي نوهت أولا بالديمقراطية التشاركية. هذه الاستراتيجية يعني كان تنويه في العديد من البلاغات ديال الهيئات ديال الحكمة إلى غير ذلك، اللي قالت بأن هناك الديمقراطية التشاركية حاضرة في الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، اللي قامت على مجموعة من المشاريع اللي غتكون ديال الإصلاحات. إذن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لا بد أن نستحضر أننا في واحد سياق دولي متغير وأحيانا غامض،
وبالرغم من ذلك الاقتصاد المغربي صامد في التوجهات وفي التقلبات العالمية. إذن احنا كنعتبروا أن هنا تحديات كبرى لدى هذه الحكومة، وحنا مقتنعين ومطمئنين سنواصل هذه الإصلاحات، لأن المحاسبة غتكون في آخر نهاية هذه الولاية، ولكن حنا مطمئنين في تفعيل العديد من المكتسبات اللي جاء بها دستور 2011، وآخرها كذلك تفعيل الجهوية المتقدمة. المغرب دخل في الجهوية المتقدمة اللي حنا بدينا في المنطلقات، خصوصا في بعض النقاط أو المقتضيات الدستورية اللي كتقول لك بأن التنظيم الترابي للمغرب هو تنظيم لا مركزي يقوم الجهوية المتقدمة. إذن هذا المشروع ديال الجهوية المتقدمة انطلق، وحتى الميزانيه ديال 2016 خصصت مبالغ مهمه لانطلاق الجهويه. كذلك هناك اوراش كبرى ديال الاصلاحات بما فيها اخراج القوانين المتعلقه بالسلطه القضائيه الى غير ذلك، ولكن حنا تنقولوا بان الحصيله ديال الحكومه لحد الان هي ايجابيه، وسنكون كذلك مطمئنين في الشهور اللي جايه، خصوصا في ظرف في واحد السياق وطني متميز ودقيق ومفصلي اللي كنعتبروه مفصلي في هذه المرحله هذه. هو باش نتحدثوا على الحصيله د 4 سنوات لابد ان نعملوا شنو هي الاسس اللي على اساسها اننا نتحدثوا على الحصيله. وقبل ما نمشي لهذه المساله لابد ان نجاوب السي عبد اللطيف اللي قال بانه رئيس الحكومه كيشارك المعارضه في النقاش من خلال الجلسات الشهيه. اظن ان الجلسات الشهيه الاطار ديالها القانوني هو المساءله والمواقبه ديال رئيس الحكومه.